بيبعد عنا الحساد. اليوم اليوم الفرحة. يلا خلي الحق انام. يا الله يا الله يا الله. ألف 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 مبروك حبيبي غايب. الله يبارك بيك سعودي. أتدري يا سعودي لولا وقوفك أنت والأصدقاء والأحبة معي في هذا المشروع ما كان ليكتمل. شو ده الموضوع غايب؟ شو قمنا نحكي فصحى؟ طبعا طبعا سعودي، غير صار صاحب مكتبة ومشروع ثقافي. عم صحيح. تفضلوا 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 عيوني. تفضلوا عين المكتبة مكتبتكم. تفضلوا. أستاذ أستاذ شلونك؟ أهلا. عرفتني؟ منو؟ أنا سيف أبو البنك. تفضل استاذ. اي قرض تحتاج احنا بخدمتك. لا عيني لا، ما محتاج اي قروض ولا محتاج البنوك. الله يخليك استاذ. هو قرض اخي، دا اقول لك المشروع كمل خلاص، ما محتاجين اي شيء. خلاص حبيبي توكل توكل. شكرا شكرا جزيلا. اهلا ومرحبا. شنو الموضوع هذا؟ دباوع باوع المشروع شقد انيق، يعني مشروع فعلا انت مفكر بيه بشكل عظيم. وداعتك سعودي، هذا المشروع كلفني 3 اشهر نوم.